السلام عليكم يا شباب، لو سمحتوا لو سامعين كويس حد يأكد عليا يقول ان هو سامع كويس الصوت. تمام يا كابتن سامي، وعليكم تمام. السلام ورحمة الله وبركاته. تمام كده صوتي. اوكي، النهارده اخر محاضرة ان شاء الله هنتكلم من على المودرن انجينيرينج، الفترة من 1940 ل 1990. التواريخ في الجزء فهو ده الشابتر الوحيد هتبقى مطالب بيه تبقى عارف التواريخ كويس. هتلاقي التواريخ بسيطة، وتقريبا في كل 10 سنين من 1940 ل 1990 حصل تقدم في إريا معينة أو في قصة معينة. تعال نبتدي. 1940 تم اكتشاف الطاقة النووية. اكتشفوا إنهم لو جابوا يورانيوم وحصل له انشطار النيوكلياس بتاعه بيطلع كمية طاقة أكتر بكتير، تقريبا مليون مرة حرق وقود عادي أو حرق بترول. يبقى الطاقة اللي بتخرج من انشطار النيوكليس بتاع اليورانيوم مليون مرة أو أكتر كمان من مليون مرة من الهيدروكربون بيست كومباستشن، من احتراق المواد البترولية. طيب يبقى احنا اللي يهمني 1940 اللي حصلت، لقيت دايما الألوان فوق كده مكتوبة لي 1940 النيوكلير انرجي، 1950 هيحصل فيه حاجة تانية، 1960 حاجة تالتة، وهكذا. طيب الجيش أول ما استخدم الميلاتري، يعني أول ما استخدم النيوكلير انرجي استخدمها كإكسبلوزيف. أول تجربة كانت 1945 في نيو مكسيكو كتجربة بس يشوفوا تأثيرها إزاي، وللأسف اتطبقت في اليابان في الحرب العالمية الثانية لما حطوها أو رموا بيها اليابان في الحرب العالمية الثانية اللي هي هيروشيما وناجازاكي، اللي هي مشهورة جدا هيروشيما وناجازاكي. حاجة تانية، انشطار النيوكليوس بتاع اليورانيوم عشان يطلع طاقة لا يستلزم أكسجين، عكس احتراق الوقود. احتراق الوقود لازم يبقى فيه في الميديم بتاعنا حوالين الوقود اللي بيحترق أكسجين، أوكي؟ فبالتالي بقى مناسب النيوكليار انرجي للاستخدام في الأماكن اللي ما فيهاش أكسجين زي الغواصات السبمارينز. يبقى السبمارينز محتاجة حاجة تدي طاقة، الطاقة دي هي المفروض تعمل بروبيلر، يعني برضو في آخر السبمارين فيه كده زي مروحة اللي هي الرفاص اللي في آخر الايه آخر السبمارين أو الغواصة، المفروض حاجة تدي باور عشان الايه المروحة دي تلف والسبمارين تقدر تتحرك تحت المية أو تغطس تحت المية بسرعات عالية. فكان أنسب حاجة مش محتاجة أكسجين هي موضوع النيوكلير إنرجي، فظهر النيوكليار سبمارينز. يبقى في مفاعل نووي صغير جوه الايه السبمارين، لما بيحصل انشطار اليورانيوم بيطلع انرجي كتيره يسخنوا بيها ميه، فالميه دي تتحول لمين؟ لستيم، والستيم يخش على الستيم انجن اللي بيشغل مين؟ اللي بيشغل المروحه اللي في اخر السبمارين بتاعنا. نفس الفكرة قالوا مدام نجحت فكرة النيوكليار باور، لنا أعمل نيوكليار انرجي أو رياكتور يغذي السبمارين، طب ما أنا أستخدمها تو جنريت إلكتريستي. ما أصل الإلكتريستي اللي هما الثيرمال أو الستيم بلانت، الباور بلانت، المحطات الباور بلانت اللي هي الستيم، عبارة عن إيه؟ عبارة عن برضو بجيب وقود وبحرقه وبيطلع منه هيت، الهيت ده هو بيسخن المية يحوله لستيم، يخش على ستيم تيرباين يبدأ يدينا حركة يولد بيها كهرباء. طب قالوا بدل ما نجيب بقى الايه الستيم دهوت، طب ما نجيب نعمل محطات كبيره بقى تطلع كهرباء كبيره، يبقى عايزين ميكانيكال انرجي كبيره. طب الحل في النيوكليير رياكتور، اجيب مفاعل نووي يطلع طاقه كبيره اكتر من الكومبشن اوف ايه اوف نورمال بتروليوم او الغازات او مشتقات البترول، فبالتالي اقدر احصل على هيت كبيره او انرجي كبيره، برضو احول منها الووتر لستيم، والستيم ده يخش على ستيم تيربين، والستيم تيربين تبدأ تدور الجنريتور اللي بيبدأ يولد في وجود فلكس يبدأ يولد كهرباء. فبدأ أول استخدام مدني مش حربي كان هو توليد محطات توليد الكهرباء. 1950 بدأت المحطات النيوكلير تتعمل في الاتحاد السوفيتي وأمريكا لغاية ما تقريبا، وكان بعد كده هوت لغاية ما بقت كلها مليانة أو يوروب مليانة، لدرجة ما بقى فيه عندي 400 لارج في خلال 25 سنة، بقى عندي 400 لارج نيوكلير إلكتريك باور بلانت.
طيب عايز اختزل الحدوته بتاعت النيوكلير انرجي دي في قانون باختصار تحت اهو انرجيتك نيوكلير برودكتس اوكي او يورانيوم وتعمله انحطار هيحصل هتحصل على انرجي نيوكلير برودكتس. الانرجي ده بعمل فيها هيتنج اوف ووتر تو ستيم اوكي تو فورم ستيم. الستيم هيخش على الستيم تيرباين. ستيم تيرباين دي تدينا ميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي ممكن استخدمها للميليتري عشان تشغل السبمارينز, وممكن استخدم الميكانيكال انرجي دي عشان اولد بيها كهرباء في الحياه المدنيه. ده اللي احنا عايزين نعرفه عن نيوكلير انرجي اللي هي الفتره بتاعه 1940 هي الفتره البدايه بتاع مودرن انجينيرنج ايرا. طيب 1950 اخيرا اهلا بقسم الكمبيوتر ظهر الكمبيوتر كبدايات اوكي. يبقى الالكترونيك كمبيوتر اول ما ظهر ظهر في الرينج او في الايرا بتاعه 1950 كان بيستخدم فور كومبيوتيشن للحسابات وعشان برضو نعمل بيه سيميوليشن في الريسيرش والاندستري. يبقى كان بيستخدم اول ما اتعمل الكمبيوتر كان في الابحاث العلميه وكان بيستخدم في الصناعه. فكره تحت كده بسيطه بيقول لك الايديا اول واحد يعمل طبعا كمبيوتر عمله باستخدام الفاكيوم تيوب باينري الكترونيك كودينج اوكي. فاكيوم تيوب باينري الكترونيك كودينج ده كان 1937. تخيل انت لما يكون عندك الفاكيوم تيوب, فاكرين الدايود بتاع زمان بتاع المدرسه اللي اخذناه ده اللي هو فاكيوم تيوب وفي كاثود وانود وكان كبير الحجم. الدايود دلوقتي بقى حاجه صغيره يعني ما تجيش حتى على ايه على صباعك صغير او على عقله اصغر من عقله بكتير. تقدر تعمل دايود صغير كده بتلاقيه اصغر من عقله بكتير. فتخيل لما يكون عندك تيوب كبيره, فتخيل حجم الكمبيوتر كان عامل ازاي, كان بيوصل لاوضه كبيره. يبقى الكمبيوتر كان بيبقى اوضه كامله. ليه اوضه كامله بحالها؟ فده الكمبيوتر بتاع زمان كان معمول من الفاكيوم تيوب الكترونيك او باينري الكترونيك سيستمز او الكترونيك ايه اكويبمنت. ده 1937. من اشهر الكمبيوترز اللي ظهرت بعد كده الكترونيك نيوميريكال انتجريتور وكالكوليتر. ده كان في يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا يو اس اي سنه 1945. جه بعد كده ألان تيرنينج اوف انجلاند وجون فون نيومان بتاع هنغاريان كان من المجر يعني. واخر واحد ده عمل فكره ايه المشكله ان احنا نعمل برنامج فيه اوامر ونحفظه على ديسك, مش على ديسك بقى يعني نعمل بروجرام ويتخزن في صوره انستراكشنز وادخله الكمبيوتر يشتغل بيه. والكلام ده كان في يونيفرسال اوتوماتيك كمبيوتر. الكلام ده يونيفرسال اوتوماتيك كمبيوتر. معاك يا شباب. فدلوقتي بقى عندنا نفس الكمبيوتر اتعمل بيه اول يونيفرسال اوتوماتيك كمبيوتر تحت. بقى فيه فكره انك انت تخزن شويه اوامر والاوامر ده بتبقى في صوره بروجرام ويبدا يتنفذ. طيب الكمبيوتر ده هو بدا يتطور وتم استخدامه في الساينتفك بيربوسز وفي الاندستري وفي البيزنس لغايه ما بقى تقريبا كل البني ادمين عندهم ايه كمبيوتر. كل البني ادمين عندهم ايه كمبيوتر في البيت. مبقاش بقى جاست فور اندستري وجاست فور ريسيرش, بقى بيستخدم في البيزنس وكمان في الايه في البيرسونال يوز. مفيش حد دلوقتي يقدر يعيش من غير كمبيوتر. زي ما قلنا زمان كمبيوتر كان كبير ضخم قد الاوضه. ليه؟ عشان الكومبوننتس بتاعته كانت كبيره. فاكيوم تيوب اوكي. دلوقتي بقى يقدروا يعملوا ريزيستنس, يعني يعملوا عدد كبير قوي من الريزيستنس والدايودز والالكترونيك سيركتس في مساحه صغيره في تشيبيه صغيره اللي هي بنسميها الانتجريتد سيركت. يبقى هو في الاول كان الكترونيك تيوب, بعد كده عندنا سوليد ستيت ترانزستور, بعد كده بقى عندنا انتجريتد سيركت, وبعد كده 1970 ظهر اللارج انتجريتد سيركت. اللارج ده معناه في مور ايه مور بتاع ده ديفايسز صغيره جدا بيقدروا يصغروا حجم الديفايس او الكومبوننت ويقدروا يعملوا مور كومبوننت بير ايه بير تشيب.
فبالتالي بقى حجم الاكويبمنت او حجم الكمبيوتر بدا يصغر 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 في الحجم. اوكي، ودلوقتي في فيري لارج، يعني حتى كمان دلوقتي اقدر اقول في الكونتمبرري او في الحراس الوقت الحالي بيسموها فيري لارج انتجريتد سيركت بير سيستمز. يعني لو في ممكن تحط مثلا 100 او 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 1000 ديفايس، تقدر تحط اكتر من كده في الايه في الايه في البير سنتيمتر، يعني نسبه السنتيمتر سكوير تقدر تشيل ديفايسز او ايه اكويبمنت اكتر من كده. طيب ده بالنسبه للتقدم اللي حصل في الهاردوير، وده ادى الى ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. اول حاجه بقى دلوقتي عندنا التيرا، كان زمان ما فيش تيرا. اوكي، بقى دلوقتي وصل ان الهارد ديسك يوصل للتيرا. السايز بتاعنا بقى يقل كل شويه، الموبايل عشان بايه بقى ايه بقى يرفع، والجهاز بتاعنا بتاع الكمبيوتر برضو بيرفع، معناه السايز بتاعنا بدا يريديوس. الايباد صغير كومبيرد للكمبيوتر. المايكرو بروسيسور بقى اسرع، كومبيتيشنال سبيد، يقدر يعمل ايه، يعمل فانكشنز كتيره وبسرعه. وطبعا مع الوقت بيبقى فيه ايه لوور كوست، مع الوقت المفروض لوور كوست، كل ما الكمبيوتر يعني كل ما في تقدم في الكمبيوتر على طول الاسعار بتاعته المفروض تقعد ايه تقل ما دام في اقبال عليه. اما السوفت وير فكان زمان بالباينري كودينج، يعني بيدخل الاوامر بتاعته بصوره باينري كود 0 1s، وبيزد على الزيروز والوانز دول بيبدا ياخد مثلا 0011 مثلا، فور اكزامبل ده مش مثال حقيقي، 0011 مين سيف، لما تدخله 011 يعني ان اعمل امر سيف. بعد شويه ظهر الستورد بروجرامز، انك تعمل برنامج وتعمل له ستورنج وتدخله على السيستم. بعد كده فورمولا ترانسليشن، والوقت اللي احنا فيه دلوقتي من 1970 بدا يظهر بقى الدوس، بدا يظهر الويندوز. اوكي، يبقى احنا دلوقتي يعتبر الاوبريتنج سيستم انك تفتح الكمبيوتر يفتح معاك الويندوز ويبدا يشغل لك كل حاجه، وتبدا تجيب الفايلز بتاعتك يمين وشمال وتسيف وكوبي وبيست والكلام ده كله. ده كان من بدا 1970، ومع الوقت ويندوز كل شويه بتطور نفسها، او الشركه بتاعت ويندوز بتطور نفسها وبتنزل فيرجن جديد احدث لمواصفات احدث تتواكب مع الايه مع الوقت اللي احنا فيه او الحياه اللي احنا فيها. ده 1950. ألف تسعمية وستين بقى فيه الاهتمام بالأوتر سبيس، بقى فيه اهتمام بالأوتر سبيس. 1960 بدأت الناس تبص لبرة وتبص للفضاء. 1957 يعني طبعا بداية 1960 اللي هي بدايات خالص، روسيا بعتت أول قمر صناعي يلف حوالين الأرض، حتى اسمه سباتنيك وان. بعد كده أمريكا قررت تنافس، مش تبعت بس ساتلايت، لا تحاول كمان تبعت ساتلايت وفي جواه هيومن بينج. اوكي، وكان نجحت في انها اول واحد يحط رجليه على المون سنة 1969. يبقى روسيا كانت بتبعت اجسام برة، الغرض منها انها تراقب الكرة الارضية وتاخد شوية قياسات، لكن USA نفست وبعتت برضو هي ساتلايت اقمار صناعية لنفس الغرض، وبيان كمان بعتت اقمار صناعيه تحمل بني ادمين، ونجحت سنه 1969 عمل بني ادم يحط رجليه على الارض. طيب بعد كده بقى كان فيه اهتمام بايه؟ بعد المرحله دي بقى كان فيه اهتمام بثلاث حاجات. يبقى دي اول حاجه او دي البدايه بتاعه الفضاء. بعد كده بقى فيه اهتمام الجلوبال اوبزرفيشن، ازاي ان انا اتابع الكره الارضيه واخد قياسات للكره الارضيه او اتجسس على الكره الارضيه، اقدر اشوف وابقى مراقب الكره الارضيه. ده اللي هو الجلوبال اوبزرفيشن. ديب سبيس، هبعت برضو ساتلايتس، بس ساتلايتس ديت ما بتراقبش الكره الارضيه، لا دي بتتجه العكس في الاتجاه بتاع الاوتر سبيس، وتحاول تستكشف بلانيتس تانية، كواكب تانية، وتشوف حياه على الكواكب التانية عامله ازاي. وما فيش ما يمنع ان انا اعمل سبيس ستيشن، اعمل محطه فضائيه على اساس يبقى فيها العلماء هناك، يبعتوا علماء فوق في السبيس يبقوا قاعدين هناك بيعملوا ريسيرش، ويبقى اقرب لايه للبروبلمز اللي بتحصل فوق، وتقدر يعملوا الستاديز بتاعتهم اول باول. يبقى الفكره ثلاث حاجات: جلوبال اوبزرفيشن، اراقب الكره الارضيه، ديب سبيس اشوف البلانتس اللي حواليا وراقبها واشوف انو بلانيت سوتابل فور هيومن بينج تو ليف اون، وبعد كده هوت عندي السبيس ستيشن محطات. تخيل زي محطه القطر كده، مكان تقف فيه بالظبط، فيه محطات يقفوا فيها يسافر فيها ويقعد فيها الساينتست عشان يعملوا الريسيرش بتاعهم والابحاث بتاعتهم.
1970 حصل تطور في الأجريكالتشر، في الترانسبورتيشن، في الدوميستيك أبلينس، في اتجاه اللي هو إيه؟ الوقود كان غالي في الفترة دي، طب ما نيجي نعمل ريديزاين بحيث الترانسبورتيشن تبقى إنرجي كونزيرفاتيف، أوكي؟ نعمل كده إيه؟ نقلل أو نحفظ الإنرجي، نحاول نحافظ على الإنرجي، نعيد صناعة الحاجات القديمة بحيث نقدر نوفر ونحافظ في الإنرجي على قد ما نقدر. في الفترة 1970 ظهر البيوميديكال إنجينيرينج اللي هو الهندسة الطبية، اللي هو ما يخص عمل ديفايسز بتخدم الطب. طبعا قبل كده من 1950 أو 1970 أو في الفترة اللي قبل كده كان أقدم حاجة أو أقدم جهاز كان بيستخدم اللي هو يطور بيوميديكال إنجينيرينج تبع الهندسة الطبية، اللي هو لما حد اللي هي الرجل الصناعية، الأطراف الصناعية خاصة الرجلين، دي أقدم حاجة من 400 سنة قبل ما إيه؟ قبل نوصل 1970. لكن في بداية الفترة دي هي ظهر حاجات كتير، منها الهارت لانج ماشين، جهاز القلب والرئة، والكيدني دياليسيس ديفايس، كيدني دياليسيس ديفايس اللي هو غسيل الكلى، جهاز غسيل الكلى، البيس ميكر، بيس ميكر جهاز بيتحط جوه جسم البني آدم عشان يظبط نبضات القلب، أوكي؟ ظهر الموضوع إن يبقى عندنا جهاز بيعمل سكانينج، اوكي، زي الاكس راي وغيره، يعمل سكانينج لجسم الانسان ويطلع ويبقى متوصل بكمبيوتر وعلى الكمبيوتر تطلع النتائج، اوكي. الاجسام اللي ممكن نزرعها جوه جسم الانسان مكان اعضاء تانية، يبقى ريبليسمنت الاعضاء بس بماتيريال تقدر تمشي مع ايه؟ مع جسم الانسان، اوكي. بايو كومباتيبل ماتيريالز فور امبلانتبل ديفايسز، لو في ديفايس احطه في جسم الانسان ممكن الجسم يلفظه، لكن احنا نحاول نصنعه من ماتيريالز لما تخش جوه جسم الانسان ما تعملش المشكله دي. هيت ظهر في الفتره 1970 الليزر، كان بيستخدم الليزر عشان اقيس بيه مسافات فور كوميونيكيشن، وكان بيستخدم في الجراحه بتاعه العيون وميني اذر ابلكيشنز، اوكي. ظهر الكتريك سنسور، الاجهزه اللي هي الحساسه اللي هي بتقدر تقيس، تقدر تقيس زي التكييف في حساس اللي هو سنسور يقدر يقيس بيه مين؟ تقدر تقيس بيه التمبريتشر عشان يقرر التكييف يبقى اون او اوف. في حساس للسرعة، لو انت تكون مشغل موتور وعايز تظبطه على سرعة معينة، حساس يعني سنسور يحس بالسرعة ويؤيد قيمة السرعة قد ايه. ميجرمنت ديفايسز، اوكي، كانت بتستخدم بقوة في الاندستري وايه وفي غيرها وفي الطب. 1980 الناس بدأت تتجه، البترول بدأت تفوق، البترول والاحتراق والحاجات دي هيت مصيبة بتعمل بوليوشن، واخدوا بالهم انهم اللي عملوه في الفترة اللي فاتت وكل الديفايز اللي تم اختراعها دي بيجي معاها بلاوي وايه ومشاكل. بلس بدأت تظهر فكرة خلي بالك الفيول ده محدود اللي هو الوقود بتاع البترول وممكن ينتهي في اي وقت، فلازم نشوف الترناتيف. فبدأ الاهتمام بالحصول على الكهرباء عن طريق الويند انرجي والسولار انرجي والاوشن والويف انرجي، يبقى بياخد الحركه الميكانيكال انرجي من الويند سورس موجود رينيوبل سورس، الويف، الويف الامواج موجوده، فالامواج دي تاخد الحركه، الحركه بتاعتها دي وحولها الكهرباء، وطبعا السولار انرجي اللي هي الطاقه الشمسيه. بدأ الاهتمام بالعربيات، يعني برضو عربيات ما تشتغلش بالفيول، فبدأ الاهتمام بالإلكتريك كارز، بالعربيات الكهربية، وإن أنا أشغلها بما يسمى الفيول سيل، وإن أنا أحاول كمان العوادم اللي خارجة من السيارة أعمل لها معالجة، يبقى pollution abatement، أركب أجهزة في الشكمان بحيث العوادم اللي طلعة دي أحاول أنظفها ما تبقاش مؤذية للإيل أو مؤذية للإنفيرومنت، وأحسن الكفاءة بتاعت مين؟ بتاعت العربيات. يبقى دول أربع حاجات خاصة بالترانسبورتيشن كانوا بتركزوا فيها الريسيرش في الفترة دي هيت اللي هي 1980. أوكي؟ نقدر نقول لو هم ده كان الريسيرش ودي البداية اللي كانوا بيفكروا فيها ويعملوها، فأوريدي إلكتريك كارز، أوريدي دلوقتي في شركة تسلا عالمية كبيرة بتصنع عربية تسلا اللي هي فيها إيه؟ اللي هي إلكتريك كارز. مصر عملت، كان لسه بيتكلموا في التلفزيون، عملت عقد مع شركة صينية ان شركة نصر بتاعت زمان قوي كانت تعمل عربيات نصر، عربيات صغيرة كده مصرية بس كانت مصرية الصنع،
هيشاركوا مع بعض وهيبداوا يعملوا في مصر عربيه نصر جديده، لكن هتيجي في صوره جديده اللي هي تبقى شغاله بالايه، بالالكتريك، بالبتاع ده، بالالكتريك، هتبقى الكتريك كار، تبقى شغاله بالباتريز وجواها موتور اي سي بتاع نيكولاس تسلا. اوكي، بتاع نيكولاس تسلا، هنجيب اندكشن موتور ونشغله. تمام، مش محتاجين بقى وقود ولا نحرق وقود ولا الكلام ده كله، هيبقى فيه بطاريات والبطاريه تشغلها وزي الموبايل كده، البطاريه تخلص هتقف في البنزينه بس هتشحن. الفرق بقى العيب انك انت بتخش البنزينه 5 دقائق تمون وتمشي، لكن هنا بقى هتضطر انك انت تقعد مثلا نص ساعه قبل ما تشحن وتوصل ل 100% وبعد كده تبدا ايه تتحرك بالعربيه. ومع الوقت اعتقد هم يعني هيبقى فيه تقدم في البطاريات، لازم تبقى البطاريات تقدر تشحن في وقت قليل لما تيجي تشحن العربيه. من الحاجات برضو اللي كانوا بيفكروا فيها انهم يعملوا قطر اللي هو فائق السرعه، اوريدي موجود، انهم يعملوا التليفون. يعني الفتره دي كانوا بيفكروا ان يعمل تليفون موبايل، اوريدي خلاص بقى موجود. اوكي، بقى ده المودرن اللي هو لغايه 1800 1880 1990، كانت الحاجات دي لسه في بدايتها. اوكي، الكمبيوتر يستخدم في البيزنس وفي التجاره وفي الهيفي اندستري، اوريدي موجود دلوقتي، بيستخدم الكمبيوتر في كل حاجه. يأمنوا الالكتريك باور جريدز، الترانسبورتيشن كوريدورز، الكوميرشال شانلز، هيدرو كاربون فيول سبلاي، كل الكلام ده اوريدي خلاص موجود دلوقتي، وبيعملوا سكيورتي للايه، للحاجات دي كلها، للشبكات وللحاجات ديت، هي الشبكات الكهربائيه. فبالتالي في 1980 ظهر حاجات كتير، الرينيوبل انرجي بقى ريبليس اللي هي الاذر هيدرو كاربونز في انه يولد كهرباء، ظهرت العربيه الكهربائيه، ظهرت الموبايل بعمق وبقوه. مع الكلام ده بقى زي ما زاد برضو ليه مساوئ، مش ظهر النيوكلير انرجي فظهرت الاشعاعات، الماتيريال المشعه، العوادم المشعه، راديو اكتيف ماتيريال، طلع مع شويه صناعات كارسينوجينيك سبستانس، بقى فيه مواد مسرطنه، بقى فيه توكسيك تيلينجز، بقى فيه بقايا مسممه او بقايا سامه من 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 عمليات الصناعه. اوكي، ظهر الجرين هاوس افكت، بقى الترانسبورتيشن والباور جينيريشن بقى يطلع عوادم كتيره لدرجه ان هو بدا ايه يبقى الكربون دايوكسيد كتير، فظهر اللي هو ايه الجرين هاوس جازز او جرين هاوس افكت. الحاجه الوحيده الظريفه اللي ظهرت في الفتره دي اللي هي فكره الحاجات اللي ما بيحصلهاش ديكومبوزيشن وما بتتحللش، لما ترمي حاجه في مقلب زباله والحاجه دي ما بتتحللش، فكره الريسايكلينج. يبقى اهم حاجه واحد السوليوشنز هي مين؟ الريسايكلينج، انك انت الحاجات اللي بتاخدها في مقلب الزباله يرجع ياخدها المهندس ويعمل عليها انجينيرنج وايه ويستخدمها من جديد، بدل ما يصنع من اول وجديد حاجات تانية، لا ياخد اللي موجود ويعيد تصنيعه، فبيعمل تدوير للصناعه، فيبقى من الريبوزيتوري اللي هو المقلب بتاع الاكوميليشن بتاع الحاجات اللي انت مش محتاجها، باخد من الويست ماتيريال وبرجعها للهندسه، اعمل عليها مين؟ يبقى السهم اللي راجع ده من الار للاي هو عباره عن اعاده التدوير، يخش على الانجينيرنج تاني واعمل اعاده تدوير. تمام، يبقى اقول لك ايه الايفكت بتاع الاستاذ ده المودرن انجينيرنج ايرا، هتقول له ظهر مور او مور مثلا دينجرس ويست ماتيريالز such as A, B, C, D, E, greenhouse gases, radioactive materials, carcinogenic substances, poisonous heavy metals, toxic tailings. مالكش دعوه بقى فروم ايه، ما هو معروف كل حاجه فروم ايه، المهم ايه اللي ظهر، ظهرت كل الحاجات دي. طب ازاي الناس بدات تفكر في الفتره دي؟ والله اول فكره ان هم يعملوا اعاده تدوير، الحاجات اللي ما بتتحللش اعملها اعاده تدوير، ريسايكلينج. الحاجه الثانيه اللي فكروا فيها احنا قلناها من شويه، بدل ما احرق وقود واعمل جرين هاوس افكت، لا، ما انا احصل على الكهرباء عن طريق الويند انرجي والسولار انرجي والويف انرجي، واستخدم الكتريك كارز. كل دي كانت حلول عشان البوليوشن، يبقى كل دي حلول بداوا يفكروا في، بداوا يهتموا بقى بالانفايرمنت اللي حواليهم، الدنيا ايه هتتخربط من ايه من حواليهم وتتبهدل، ولازم ننقذ الكوكب بقى. باختصار قلنا المحاضره دي هتبقى صغيره، وهي فعلا صغيره، من 1940 ل 1990 ظهر حاجات كتيره، منها النيوكلير انرجي، السبيس اكسبلوريشن، الكمبيوترز، والاهتمام بالانفايرمنت. طبعا ظهر، يعني اقدر اقول ظهر حاجات نيجاتيف وحاجات ويست ماتيريالز جديده بويزنس وبتقدم وتعمل سرطانات،
لكن في نفس الوقت عملنا ريسايكلينج، استبدلنا الهيدروكربونز برينيوبل انرجي، عملنا الالكتريك كار. فكل الكلام ده بدا ايه زي ما كان في حاجات بوزيتيف، بنحاول بقى نلحق نفسنا قبل ما الكوكب يتدمر. طبعا احنا ممكن نزود محاضره تانية بس احنا هنوقف على كده. انت بقى فكر مع نفسك اللي هو الايه بعد المودرن انجينيرنج، احنا نعتبر بنسميه الكونتمبرري انجينيرنج. يعني ايه كونتمبرري انجينيرنج؟ يعني الانجينيرنج بتاع الوقت الحالي. انت لوحدك دلوقتي تقدر تقعد مع نفسك، انت شايف الناس اللي حواليك، شايف اللي بيحصل، تقدر تقول التطور حصل ازاي من فتره 1990 لدلوقتي، ايه الحاجات اللي موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده في المحاضرات بتاعتنا. اوكي، اكيد هتلاقي حاجات موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده في الفتره دهيت، الايباد ما كانش موجود في الفتره دهيت وغيره وغيره. لو بصيت حواليك هتلاقي في حاجات قديمه احنا قلناها خلاص كانت موجوده من 1990 وقبلها، ممكن تبقى لسه موجوده بس في شكل جديد، وممكن تلاقي حاجات تانية جديده خالص لسه معموله قريب ما كانتش موجوده ايه في العصر دهوت اللي هو ايه الفتره من 1940 ل 1990، او كانوا لسه بيفكروا في عملها. نعم.